نصرة للقضية الفلسطينية وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رعت مدينة اسطنبول أعمال المؤتمر الثاني لرابطة برلمانيون من أجل القدس بمشاركة أكثر من 500 برلماني جاءوا من 74 دولة وبحضور مؤسسات وهيئات عربية ودولية. يأتي انعقاد هذا المؤتمر برلمانيون من أجل القدس بمدينة اسطنبول في لحظة تمر بها أمتنا الإسلامية عامة والقدس وفلسطين بشكل خاص في مرحلة حرجة وخطيرة، خاصة في استهداف مباشر لمدينة القدس. ومن باب اهتمامها بمجمل قضايا الأمة لا سيما فلسطين، شاركت هيئة علماء المسلمين في العراق بهذا المؤتمر ممثلة بمسؤول قسم الإعلام الدكتور عبد الحميد العاني. تأتي مشاركتنا من هيئة علماء المسلمين في العراق في هذا المؤتمر في سياق اهتمام الهيئة بالمؤتمرات والملتقيات وجميع الأنشطة التي تخص وتتعلق بالقضية الفلسطينية وعاصمتها القدس، وهذا المؤتمر أحد هذه المؤتمرات التي تسلط الضوء على هذه القضية، قضية القدس، وضرورة الاهتمام بها ونصرتها من قبل جميع أبناء الأمة. افتتاحية أعمال المؤتمر تركزت على اجتماعات منفصلة للجان الإقليمية نوقشت خلالها سبل إنشاء لجان برلمانية تعنى بقضية القدس في كافة برلمانات الدول الحاضرة. كانت الجلسة الأولى حول الروابط، تشكيل الروابط الإقليمية من أجل نصرة القدس، وحقيقة داخل المكون البرلماني من أجل القدس، نظرا لاتساع هذه القضية، قضية القدس قضية أحرار العالم أجمع، قضية المسلمين، قضية المكون العربي، قضية المستضعفين في شتى بقاع الأرض. وفي كلمته في المؤتمر شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة الإسراع في المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول من الانقسام لاستكمال مخططاته العدوانية. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية. عليكم أن تنهوا الانقسام ولا تكتفوا بقراءة الآية الكريمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل طبقوها أيضا، حيث أن إسرائيل هي المستفيدة من هذا الانقسام لاستكمال مخططات تهويد القدس ومواصلة جرائمها في فلسطين. وأمل المشاركون أن يخرج المؤتمر بخطوات فعلية ترسم طريق التحرير في أوضح صوره دون تحوير ولا تغيير.